السلام عليكم أعزائي طلاب صف الرابع، وأهلا وسهلا بكم بمحاضرة جديدة. مثل ما اتفقنا أنه بالمحاضرات السابقة، هذه المحاضرات هي راح تكون مراجعة، كملنا مراجعة الفصل الأول. اليوم إن شاء الله نكمل مراجعة الفصل الثاني حتى نكون إن شاء الله مستعدين للامتحان الشهري. إحنا آخر شيء بالمحاضرة الأخيرة وصلنا إلى مثال معامل يونغ، بس ما حليناه، فإن شاء الله اليوم راح نبدي من هنا ونكمل الدرس مالتنا. المثال عندنا يقول سلك فولاذي طوله 4 متر ومساحة مقطعه 5% سنتيمتر مربع، ما مقدار الزيادة الحاصلة في طوله إذا سحب بقوة 500 نيوتن؟ وهنا أنا قايل لعلما أن معامل يونغ للفولاذ هو 200 × 10^9 نيوتن متر مربع، نيوتن على متر مربع. زين، إحنا نعرف من المحاضرة السابقة، عرفنا بأنه قانون معامل يونغ هو واي يساوي اف على اي على دلتا ال على ال نوت. هذا القانون مالتنا معامل يونغ، هذا إحنا المفروض حافظين. قلنا ممكن انه احنا نكتب القانون بالنسبه لمعامل يونغ، نكتبه بهذه الصيغه اللي هو كان اف. خلي بس اوضح لكم انه هذا القانون شلون صار للي ما كان موجود يعني الدرس السابق. هذا القانون ممكن انه اكتبه بهذه الصيغه اللي هو واي يساوي اف على اي في هنا كان عندي دلتا ال على ال نوت، فلما أحول القسمة إلى ضرب أقلب الكسر الثاني اللي هو بالمقام، فبمكان ما كان دلتا L على L نوت راح يصير بالعكس L نوت على دلتا L، فبالتالي صارت عندي المعادلة بهذه الصورة اللي هي Y يساوي F L نوت على A دلتا L. زين، احنا قلنا بالبداية انه لما اجي احل اي مسألة رياضية بالبداية لازم اعرف شنو المعطيات وشنو المطلوب عندي بالسؤال. فبالبداية قايل لي بانه هنا سلك فولاذي طوله 4 متر، اذا هنا منطين الطول الاصلي اللي هو L نوت، هذا هنا هذا راح يمثل لي L نوت، ومساحة مقطعه المساحة نرمز لها بالرمز A، فاذا A همينة موجودة. ما مقدار الزيادة الحاصلة في طوله؟ هنا بما أنه قايل لي ما مقدار الزيادة الحاصلة في طوله، يعني المطلوب من عندي دلتا L إذا سحب بقوة، القوة نرمز لها بالرمز F، ومنطيني معامل يونغ للفولاذ، معامل يونغ اللي هو Y. زين، هسه تقريبا أو 100% كملت الشغلات اللي أحتاجها أني بالسؤال. بما أنه هنا قايل لي جد مقدار الزيادة الحاصلة في طوله، إحنا قلنا أنه يريد من عندي أحسب الطول، فإذا يريد من عندي دلتا L. قبل لا أنزل الأرقام مالتنا بالسؤال، خلينا نرتب المعادلة. سابقا قلنا بأنه أي رقم يضرب بالمجهول ينزل مقام، فبما أنه أنا أريد أحسب دلتا L، شنو اللي مضروب مع دلتا L؟ المضروب وياها هو أي، ومضروب وياها أيضا واي، لأنه هنا حاصل ضرب الطرفين بالوسطين بما أنه عندي مساواة، فيكون حاصل ضرب الطرفين بالوسطين، فراح يكون دلتا L يساوي اللي مضروبة وياها قلنا تنزل مقام، فراح ينزل جوا عندي A في واي، بقيت الشغلات كلها حتصعد فوق. إيش بقاني عندي؟ عندي F في L نوت، هاي بقت هي F في L نوت، هذني اثنيناتهن بالبسط. هسه أجي أنزل الأرقام مالتنا وأقول دلتا L يساوي بالبداية F عندي بالسؤال موجودة اللي هي 500 نيوتن، زين L نوت موجودة بالسؤال اللي هي 4 متر، على معامل يونغ منطيني إياه بالسؤال اللي هو 200 × 10^9 في المساحة، هنا منطيني إياها 5% سنتيمتر مربع. شوفوا احنا اذا نحول من سنتيمتر الى متر عفوا اذا احول من سنتيمتر الى متر، احنا دائما نقسم على 100، يعني هنا خلينا نسوي تقسيم 100،
ممكن أنه لما أنا أقسم على 100 أقدر أقول مثلا أضرب في 10 أس سالب 2، هي نفس الشيء، في 10 أس سالب 2 لما أحول من سنتيمتر إلى متر. زين، هنا أنا بالسؤال اللي موجود عندي هذا، هنا أنا مكتوب لي سنتيمتر مربع، مو بس سنتيمتر وخلاص، لا، سنتيمتر مربع. فإذا لما أحول من سنتيمتر إلى متر راح أقول في 10 أس سالب 2 تربيع، يعني راح يصير عندي 10 أس سالب 2 في 10 أس سالب 2. إحنا نعرف بأنه عند الضرب تجمع الأسس، فراح يصير عندي 10 الأساس ينزل، وهنا راح يصير عندي 10 أس سالب 4 متر. فإذا حتى أحول من السنتيمتر المربع حتى أحوله إلى متر مربع، هذا هنا متر مربع، لازم أضربها في 10 أس سالب 4. فبالتالي هنا نشوف الرقم نزل عندي 5% في 10 أس سالب 4. وراها بعد أنتم مخيرين، يعني مثلا تقدرون هذني منها الأصفار الاثنين تختصروها ويا هاي الأصفار راح تكون صحيحة. تقدرون مثلا هاي الأصفار الاثنين تختصروها ويا الفارزة يبقى عندكم بس 5، همين صحيحة. راح أحلها بهذه الطريقة حتى بلكي تكون عليكم أسهل، وأنتم أي طريقة تختاروها هي صح. الصفرين الجوة لغيتهن ويا مرتبتين الفارزة، فش بقى عندي؟ بقت عندي طبعا هذا البسط راح أنزله مثل ما هو، اللي هو 500 في 10 أس 4 على جوا، بقت عندي 2 في 10 أس 9 في 5 في 10 أس سالب 4. إحنا الأرقام نضربها واحد والأسس نضربها واحد، ف2 في 5 راح تكون عندي 10 في هذا، هنا أنا عندي 10 أس 9 في 10 أس سالب 4، قلنا عند ضرب تجمع الأسس، الإشارات مختلفة، فإذا ناخذ إشارة الكبير ونطرح، فراح يكون عندي 10 أس 9 ناقص 4 راح يطلع عندي 5. زين، راح أكملها على اليسار على صفحة. طبعا هذا هنا الصفر راح يروح ويا هذا الصفر، فش بقت عندي؟ بقت 50. طبعا هذا هنا لو أجي أني أقسمها، طبعا هذا سوري هنا أنا نسيت الأربعة، هنا 500 في 4 ما نزلتها، اللي هي هذه الأربعة اللي هنا. أقدر أقول هنا الصفر راحت ويا هذا الصفر، فش بقى عندي؟ 4 في 50، 4 في 0 دلتا L يساوي 4 في 0 هو 0، وأربعة في 5 هي 20 في 10 أس 4 على جواب، قد عندي 10 أس 5. وراها أقول دلتا L يساوي هذه 10 أس 5 راح أصعدها فوق تتحول إلى 10 أس سالب 5، فش راح يصير عندي؟ 10 أس 4 في 10 أس سالب 5 يطلع عندي الناتج في 10 أس سالب 1. شوفوا هنا إذا كتبتوها 10 أس سالب 1 200 في 10 أس سالب 1، وإذا كتبتوها 2 في 10 أس سالب 3 2 تنصح، باعتبار أنه أنا هنا إذا أشيل الأصفار فهنا راح أزيدها مرتبتين، فراح تصير عندي 2 في 10 أس سالب 3. وبعدين هو محولها للمليمتر، وهذه خطوة كلش أنه ما لها داعي حتى نحولها للمليمتر، كاتبها 2 مليمتر. أتمنى أنه تكون واضحة، راح نعيدها بصورة سريعة خصوصا الرياضيات، لأنه أغلب الأخطاء تكون هنا بالرياضيات. إحنا بالبداية قلنا أنه قانون لازم إحنا حافظي، اللي هو قانون معامل يونغ، فترتيبه صار بهذه الصورة اللي هو أسهل لنا حتى يكون بهذه الصورة. المطلوب من السؤال يقول لي أوجد دلتا L، أوجد دلتا L من هذا السؤال، فراح أقول دلتا L المضروبة وياها كلها حتنزل مقام، من مضروبة دلتا L هو A و Y، يعني المضروبات وياهم نزلن مقام، أما بقية الأشياء كلها راح تكون بالبسط. فصارت عندي المعادلة بهذا الشكل، دلتا L يساوي F L نوت على Y في A. زين، أجي أنزل الأرقام مالتنا،
عندي F 500 وعندي L اللي هي 4 ومعامل يونغ موجود بالسؤال 200 في 10 أس 9 وعندي 5% في 10 أس سالب 4. زين، هسه أجي أتعامل ويا الرياضيات. منين ما تبدون هي صحيحة، شلون ما يعجبكم. المهم يعني طبعا ضمن حدود القوانين الرياضية، يعني مثلا تقدرون بالبداية تقولون 500 في 4، طلعوا الناتج وتعرفوها، بعدين تختصروا كيفكم تريدون. منها الأصفار تختصروها ويا الفارزة، همين ممكن. تقدرون الـ200 تختصروها ويا الـ500 ويا الـ4، همين ممكن. كل شيء مسموح ضمن حدود القوانين الرياضية. أنا اللي سويته شنو؟ نزلت الـ500 في 4 مثل ما هي، وهنا صارت عندي الـ200 في 10 أس 9 في 0.5% في 10 أس سالب 4، لغيت الصفرين وهنا شلت الفارزة، فصارت عندي شفقة 2 في 5 اللي هي 10، ضربت الأسس 1 فصارت عندي 10 أس سالب 5، وبعدها صعدت 10 أس سالب 5 فطلع عندي هذا الناتج. زين، هذا بالنسبة للسؤال بالنسبة لمعامل يونغ. يبقى عندنا موضوع اللي هو الخصائص الميكانيكية للمواد الصلبة. طبعا هذا الجدول الفوق هذا ما لكم داعي به، يعني لا تحفظوه. بعض الخصائص، عندنا مجموعة من الخصائص كل وحدة لها تعريفها الخاص بها. فأولا عندي تعريف الليونة، احنا حتى بالحياة العامية مر علينا هذا المصطلح اللي هو الليونة، نقول على مادة لينة. زين، شنو معناتها فيزيائيا انه المادة لينة؟ فتعريفها هي خاصية المادة التي تمتاز بقابليتها على المط والكبس، واللي كذلك واللي سوري خاصية المادة التي تمتاز بقابليتها على المط والكبس واللي، وكذلك السحب والطرق مثل النحاس. إذا إحنا المادة اللينة شنو معناتها مادة لينة؟ فيزيائيا نقدر نقول عليها هي مادة لها قابلية على المط وكبس واللي، وكذلك السحب والطرق مثل النحاس. زين، هاي الخاصية الأولى. نجي على الخاصية الثانية بالنسبة للمواد الصلبة. الخاصية الثانية هي الهشاشة، وهم يعني السامعين يمكن بي بالحياة اليومية نقول على أنه مادة هشة. شنو معناتها؟ معناه هي صفة المادة التي تظهر عجزها عن تحمل الإجهاد المفاجئ فتنكسر ولا تصل إلى حالة التشوه الدائم. لذا تعرف المواد الهشة بأنها المواد التي تنكسر مباشرة بعد اجتيازها حد المرونة، مثل الزجاج، الحديد الصلب، والكونكريت. المواد الهشة هي مادة لما أني أجي أسلط عليها فد قوة معينة أو فد إجهاد مفاجئ، راح ألاحظ بأنه راح تتفتت، تتكسر، تصير بها أجزاء ولا تصل إلى حالة التشوه الدائم. يعني ممكن بطريقة أو بأخرى أقدر أرجعها إلى حالتها الطبيعية. الخاصية الثالثة هي القساوة. شنو المقصود بالقساوة؟ هي خاصية المادة لمقاومة التشوه الذي يحصل في شكلها أو حجمها بتأثير القوى الخارجية فيها، وتحتاج إلى إجهاد عالي لتوليد المطاوعة نفسها، كما تمتلك معامل يونغ عالي المقدار مثل الفولاذ، حيث يبلغ معامل الفولاذ، هذا ما يكون داعي بهذا الرقم لا تحفظه. زين، خلينا نجي نفسرها، شنو معناته هذا الكلام؟ القساوة شنو؟ يقول هي خاصية المادة لمقاومة التشوه اللي يحصل بالشكل أو الحجم بتأثير قوة خارجية عليه. يعني أنه أي مادة لما يتسلط عليها فد قوة معينة، هذه المادة راح تبقى تحافظ على شكلها، ما راح تتأثر بالقوة الخارجية المؤثرة عليها. زين، ليش هذا ده يصير؟ لأنه تمتلك معامل يونغ عالي المقدار جدا، من ضمنها مثل الفولاذ. فالفولاذ يحتاج إلى قوة كلش كبيرة حتى نقدر نغير من قوامه. النقطة الرابعة اللي هي المتانة، وهذا هم مر علينا بأنه المادة أكو متينة وأكو تكون أضعف من عندها. زين، شنو المقصود به؟ هي خاصية المادة لمقاومة القوة القاطعة لها. خاصية المادة لمقاومة القوة القاطعة لها، يعني إحنا حتى لما نجي نريد أقسم فد قطعة معينة أو فد مادة معينة، أكيد راح تعتمد على سمك المادة.
فلو كانت المادة سمكها قليل ممكن أنه نقدر نقسمها بقوة أقل مما هي لو كانت سميكة جدا. هذا اللي مقصود بالمتانة. زين، الخاصية السادسة اللي هي الصلادة. الصلادة هي خاصية المادة على خدش مواد أخرى أو مقاومتها للخدش. تقاس صلادة المادة بمقارنتها بصلادة 10 مواد مرتبة في الجدول الآتي. هذا هو الجدول الصلادة. الجدول هذا طبعا ما يعني مو كلش مهم بالدراسة مالتكم، لأنه ما راح تحتاجوا لا رابع ولا خامس ولا سادس، فلذلك إحنا راح نكتفي بالتعاريف. زين، الصلادة شنو؟ يقول هي خاصية المادة على خدش مواد أخرى أو مقاومتها للخدش. يعني مثلا هسه أنت لو تجيب حجارة وتريد مثلا تخدش بيه الحائط، فراح تلاحظ بأنه الحجارة تخدش الحائط بس هي ما يصير بيها فد شيء. هذا دليل على أنه هاي المادة نقول عليها صلدة. بالنسبة للجدول لا، محفظ. فنقول على أنه هذه المادة صلدة لأنه تخدش المواد الأخرى. بالنسبة للجدول إحنا راح نمر عليه، اللي هو التلك، الجبس، الكلسايت، الفلورايت، الأبتايت، الفلسبار، الكوارتز، توباز، الياقوت، والماس. زين، آخر شيء أو آخر خاصية من هذه الخواص هي العجز أو الفشل. هي خاصية المادة الصلبة على فقدان قوة تحملها تحت تأثير إجهاد خارجي. يعني أنه أنا لما تكون عندي مادة وسلطت عليها فد قوة معينة، راح ألاحظ بأنه هذه المادة تكسرت، تفتتت، ممكن أنه بعد ما ترجع إلى حالتها الطبيعية مثل ما كانت في البداية، فأقول بأنه هذه المادة عاجزة عن تحمل هذه القوة، أو فشلت في تحمل هذه القوة المسلط عليها، القوة الخارجية أو الإجهاد الخارجي. فإذا كتعريف بالنسبة لي، العجز هو خاصية المادة الصلبة على فقدان قوة تحملها تحت تأثير إجهاد خارجي. وهذه هي آخر خاصية من الخواص للمواد الصلبة. آخر موضوع عندنا بهذا الفصل اللي هو التشوه. التشوه المرن والتشوه البلاستيكي. طبعا احنا من خلال دراستنا لهذا الفصل ككل عرفنا بأنه عندنا نوعين من التشوهات، يا اما تشوه مرن يا اما تشوه بلاستيكي. زين، شنو الفرق بيناتهم؟ التشوه المرن كتعريف نقدر نقول عليه هو الزيادة المؤقتة الحاصلة في طول الجسم أو شكله ضمن حدود المرونة، فهو يخضع لقانون هوك بحيث يعود الجسم إلى وضع الأصلي بعد زوال القوة المؤثرة. هذا التشوه المرن معناته بأنه أنا لما أسلط فد قوة معينة على فد جسم راح يحدث بيه تغيير، يا إما راح يتغير طوله، يا إما راح يتغير الشكل، يا إما راح يتغير الحجم، أو ممكن تتغير الزاوية. المهم راح يحصل تغير بهذا الجسم، فهذا الجسم ممكن أنه يرجع إلى حالته الطبيعية بعد زوال هذه القوة المؤثرة. هذا النوع من التشوه نسميه بالتشوه المرن. زين، نجي على التشوه الثاني اللي يسمى بالتشوه البلاستيكي، أو ممكن يمر علينا بالتشوه اللدن. شنو معناتها؟ هو كتعريف يعني الزيادة الدائمة الحاصلة في طول الجسم أو شكله خارج حدود المرونة، بحيث لا يعود الجسم إلى وضعه الأصلي بعد زوال القوة المؤثرة، فهو لا يخضع لقانون هوك. النوع الثاني من المواد، عندنا مواد أنه لما أسلط عليهم فد قوة أو فد إجهاد معين ويصير تغير بالطول أو الشكل أو حجم أو زاوية أو غيرها من التغيرات اللي تمر على الجسم، فلما تروح هذه القوة اللي سببت لي هذا التغيير، الجسم راح يبقى على التغيير اللي صار بي، ما راح يقدر يرجع إلى حالته الأصلية. فلذلك هذا التشوه يسمى بالتشوه البلاستيكي، اللي نقدر نقول عليه أنه هو يعبر حد المرونة. كل جسم قلنا إلى فد مرونة خاصة بي. زين، إذا عبرنا هذا الحد مال المرونة، أكو أجسام ترجع إلى حالتها الطبيعية، بنقول عليه هذا تشوه مرن،
وأكو أجسام ما يرجع إلى حالته الطبيعية، فنسمي هذا النوع من التشوه بالتشوه البلاستيكي. وبما أنه ما رجع إلى حالته الطبيعية فنقول ما يخضع لقانون هوك. أما إذا رجع إلى حالته الأصلية مثل تشوه المرن فنقول أنه يخضع لقانون هوك. طبعا هذا كل ما يخص الفصل الثاني. وطبعا بالنسبة للأسئلة، أسئلة الفصل احنا كلها حليناها، موجودة عندكم بالدفتر. هذا بالنسبة للأسئلة. لهنا أنا انتهى الفصل. في حال أنه إذا عندكم سؤال تقدرون تسألوني، وإذا عندكم مثلا استفسار حول المادة أو الامتحان فتقدرون تفتحون المايكات وتسألون أو تدزوا لي كمسج. أستاذ، شنو مادة الامتحان؟ الفصل الأول والثاني. أستاذ، يمتى الامتحان؟ ما أعطونا جدول. هو بس انطاكم التاريخ مال بداية الامتحانات بس، وبعد الجدول ما حاطه. ف يعني ان شاء الله يجوز هاي الايام ينزل لكم اياه. بالنسبة لي السؤال يقول شنو المواضيع اللي ما داخله. المواضيع اللي ما داخله كانت هذا الجدول، هذا اول شيء. زين، هذا طبعا الجدول اللي هنا همينه مو حفظ، الجدول 3، جدول قيم وعامل يونغ همينه مو حفظ هذا الجدول، هذا كله ترك. وعدكم موضوع بالفصل الأول اللي هو هذا التغير العكسي همينه تركناه، هذا التغير العكسي هو ترك. هذا كل ما يخص الترك اللي عندكم، والامتحان هو فصل أول وثاني.